العدد الوافر. واحنا اليوم جايين ضمن اسبوع الريادي الفلسطيني العالمي نعمل ورشه بعنوان تعريف بالمؤسسه وعن الابتكار والريادي، عشان نطلع الشباب الخريجين او اللي على قيد التخرج انه في هناك فرص لخلق فرص عمل لهم لتاسيس شركات ناشئه خاصه بالقطاع الزراعي. واهتمينا او احنا كمسرع الوحيدين متفردين في فلسطين في المشاريع الرياديه الزراعيه، لانه ايماننا انه القطاع الزراعي بيستوعب كل الخريجين عطنا عمل، لانه قطاع واسع ممكن يستوعب البطاله في فلسطين.